ننتقل إذن بالنقاش أيضا في الولايات المتحدة، حيث يبدو أنه على الرغم من ارتفاع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إلا أن ذلك لا يثير قلقا للشركات الأمريكية. يبقى إذن السؤال، لماذا وكيف؟ هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا في نيويورك الأستاذ أمجد عطية المحلل الاقتصادي. أستاذ أمجد، منذ لحظات جانت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية ربما قللت من تأثير التضخم بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة، رغم أن التضخم في شهر مارس الماضي سجل 8.5% وهي أعلى نسبة منذ 4 عقود، وهي ربما الزيادة السادسة على التوالي فوق مستوى 6% في التضخم الأمريكي، وهو أمر لم يحدث من قبل إلا في فترات قليلة جدا. هل جانت يلن محقة في هذا التحليل أو هذا التوجه؟ مساء الخير يا فندم. السيدة جانت يلن كعضو في إدارة الرئيس بايدن دائما ما تحاول التقليل من مخاطر التضخم الذي نشهده في الولايات المتحدة، لكن التضخم لديه تأثيرات كبيرة ويثير حالة من التذمر بين الكثير من المواطنين الأمريكيين، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود على وجه الخصوص التي ارتفعت ارتفاعات غير مسبوقة، تقريبا تضاعفت منذ أن تولى الرئيس بايدن فترة الرئاسة من قرابة 1.5 عام. لكن النقطة التي تشير إليها أن الأسواق الأمريكية ما زالت في حالة استقرار على الرغم من الانخفاض الذي شهدته من بداية العام الحالي. أحد العوامل الرئيسية التي تنظر إليها الأسواق هي ما يسمى بالكريدت سبريد، أو الفوارق ما بين أسعار عوائد السندات على الشركات الأمريكية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية. كلما ارتفع الكريدت سبريد أو كلما ارتفعت هذه الفروقات، كلما أعطى انطباع للسوق أن هناك قرب حدوث انكماش اقتصادي أو ريسيشن، وكلما انخفضت هذه العوائد الفوارق بين هذه العوائد تعطي انطباع أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة في حالة استقرار. حاليا الكريدت سبريد ما زالت في مستويات معقولة جدا، لم ترتفع. الارتفاع الكبير الذي شهدناه على سبيل المثال في عام 2008 إبان الأزمة الاقتصادية الماضية، أو في 2002 أيضا عندما شهدنا أزمة العقارات في الولايات المتحدة، وهذا يرجع لعدة أسباب أساسية، أهمها أنه الفترة الماضية التي شهدت ازدهار كبير في الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية، قامت كثير من الشركات الكبرى بتقليل المديونية التي كانت عليها، لم تقترض كثيرا، والشركات اقترضت بأسعار فائدة قليلة للغاية، مما يضع هذه الشركات في وضع اقتصادي قوي يجعلها تتحمل حالة التذبذبات الكبيرة التي نشهدها الآن. على سبيل المثال، بدأنا من الأيام الماضية التعرف على الأيرنينجز أو التقارير الاقتصادية للربع السنوي الأول في الولايات المتحدة، والتي جاءت حتى الآن أفضل مما هو متوقع. بالأمس شركة تسلا وهي أحد أكبر الشركات الأمريكية خرجت بتقرير عن الربع السنوي الأول الذي جاء أفضل كثيرا مما هو متوقع، وأيضا متوقع من شركة أبل وأمازون، وهي الشركات الأساسية الكبرى التي ينظر لها المستثمرين في العالم، أن تكون يعني الأيرنينجز أو النتائج الاقتصادية للربع السنوي الأول أفضل مما هو متوقع. هذه كلها تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل كثيرا مما هو موجود في أوروبا. طبعا هناك عديد من الأمور التي تثير القلق، منها ارتفاع معدلات الفائدة التي البنك المركزي الأمريكي والفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في رفعها على مدار العام. هناك يعني ما يحدث في الصين من إعادة انتشار فيروس كورونا والإغلاقات التي تحدث هناك، الحرب الروسية الأوكرانية. هناك العديد من الأمور الاقتصادية التي تضع يعني نوع من التخوف العام، لكن الصورة ليست قاتمة، صورة يعني صورة إيجابية إلى حد كبير، خاصة أن هناك توقع بألا تستمر الحرب الأوكرانية فترة كبيرة، بألا يستمر ارتفاع أسعار النفط على هذا المستوى. يعني هناك اعتقاد أنه بحلول النصف الآخر من العام الحالي ستبدأ أسعار النفط في التراجع أو الاستقرار حول $100، وهو ما يعطي فرصة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. نعم. لأنها لا تعتمد على النفط الروسي بصورة أساسية. أستاذ أمجد، ولكن ما الذي يدعم فكرة أو التوقعات بأن العملية العسكرية لن تستمر طويلا، مع أننا استمعنا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل وقال إنه لا يعلم متى ستنتهي هذه الحرب؟
بالتأكيد لا أحد يعلم متى تنتهي الحرب، لكن الاقتصاد الروسي يعاني معاناة شديدة حتى الآن. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لم تعمل أسواق المال الروسية، أسواق الأسهم مغلقة، كثير من الشركات خرجت، فالضغط على الاقتصاد الروسي ضغط كبير، مما سيعجل من أن تكون هناك تغيير في السياسة تجاه الحرب، أن تقتصر فقط على المناطق الإقليمية المجاورة لروسيا، أن يكون هناك نوع من التسوية السلمية. فاستمرار الحرب ليس في صالح الاقتصاد الروسي أو في الاقتصاد العالمي، على الرغم من استمرارهم في تصدير النفط. فأعتقد أنه هيكون هناك يعني في الغضون الأشهر القادمة نوع من التسوية، سواء كانت تسوية على الأرض بسبب عدم قدرة الجيش الروسي على استمرار في غزو أوكرانيا بالكامل، أو تسوية سياسية تتدخل فيها الصين وبعض الدول الأوروبية للوصول إلى حل وسط يقلل من الضرر المحدق بأوروبا وبالعالم كله. طب أستاذ أمجد، يعني هذا الكلام جيد، لكنه ينافي ربما كلاما أصدره صندوق النقد الدولي، حيث تشارك السيدة جانيت يلن في اجتماعاته اليوم. هو خفض توقعاته بالنسبة للنمو الأمريكي من 3.2% من 3.7% في العام الحالي إلى 2.3% في العام المقبل، وهي انخفاضات كبيرة قد تشير بالفعل لوجود حالة من التضخم يؤدي إلى حالة من الركود ربما إذا استمر لمدة فصلين متتاليين. بالتأكيد كما أشرت حضرتك، تعريف الركود الاقتصادي أو ريسيشن هو وجود 6 أشهر متتالية من النمو السالب أو نيجاتيف جروث. حتى الآن التوقع أن وده مرنا بيه على فكرة في عام 2020 وقت أزمة الكورونا في الولايات المتحدة، وخرج الاقتصاد الأمريكي بعده وارتفع خاصة أسواق الأسهم، ارتفعت بمستويات قياسية في عام نهاية 2020 وعام 21. فنعم هناك كثير من العوامل السلبية المؤثرة، لكن كما أشرت النمو الاقتصادي كبير، وحالة الانتعاش التي شهدتها العوامل الأربعة السابقة لبايدن فترة رئيس ترامب أعطت قوة دفع كبير للاقتصاد الأمريكي لأن يتعامل مع الأزمة الحالية. أيضا النقطة الهامة الأخرى أنه نحن بصدد إجراء الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، الذي من المتوقع أن يحصل الجمهوريون فيها على الأغلبية في الكونغرس والسنت، مما سوف يمنع الرئيس بايدن من الاستمرار في كثير من السياسات المالية أو متعلقة بالطاقة التي يرى المجتمع الأمريكي أنها سوف يعني تؤدي إلى الضرر الذي نتواجد فيه الآن. فعادة عندما يكون الجمهوريون متحكمين في الهاوس والسنت، في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ترتفع أسواق الأسهم، لأنهم لن يسمحوا بتمرير قوانين ضريبية جديدة، لن يسمحوا بتمرير عوائق اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بالنفط والطاقة على المجتمع الأمريكي. فأنا أتوقع أنه هيتكون هناك تحسن في 2023 وليس انخفاض. طيب أستاذ أمجد، فيما يتعلق بوضع الشركات الأمريكية الكبرى، وطبعا حضرتك أشرت لتحقيقها بعض الأرباح في النتائج الأخيرة، لكن كيف ستتعامل مع التضخم؟ هناك أيضا نوع آخر من الشركات الكبرى، وهي الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. كثير من الشركات الأمريكية، أمازون، أبل، الشركات التي يعلمها الجميع، قامت بتمرير كثير من التكلفة إلى المستهلكين عن طريق زيادة الأسعار، حتى مما لن يؤثر سلبا كثيرا على ربحيتها. أحد الأمور التي لا تستطيع تمرير كثيرة هي الزيادة في الأجور التي اضطرت كثير من الشركات على القيام بها، لأن هناك تنافس كبير على إيجاد موظفين مؤهلين جدد. فهذا الأمر يعني يؤثر سلبا بعض الشيء، لكنه تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلك حتى الآن لم يؤثر على قدرة المستهلك على الشراء. هناك رغبة كثيرة في شراء السلع، هناك نقص في العديد من السلع، فطالما كانت هناك قوة شرائية وطالما كانت هناك رغبة في الشراء من المستهلكين مع ارتفاع التكلفة،
فلن يؤثر هذا كثيرا على ربحيه هذه الشركات. الشركات الاجنبيه كما اشرت لحضرتك هناك عامل اخر او بعد اخر يدخل في هذا الامر، وهو التكلفه الدولاريه مقارنه باسعار بالعمله التي تتعامل بها هذه الشركات سواء كانت اوروبيه او اسيويه، وهي التي تؤثر سلبا عليهم. عشان كده لاحظنا انه الشركات الامريكيه التي ملكيتها كاملا بالولايات المتحده حافظت على قيمتها، لم تنخفض كثيرا مثل بعض الشركات الاخرى. طب استاذ امجد، اليوم يعني الرئيس الامريكي جو بايدن قرر ايقاف حركه الشحن ووصول السفن الروسيه الى الموانئ الامريكيه، واليوم ايضا جانيت يلين تحدثت عن ضمان وصول امدادات الصناعه والمواد الاساسيه الخاصه بالصناعه للولايات المتحده. في الشق الاول، حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحده يصل ل 40 مليار دولار سنويا، والان ربما المواد الاساسيه الخاصه بالتصنيع وجزء كبير منها يصل من روسيا سيتوقف، فبالتالي هناك خساره مزدوجه الان للجانب الامريكي على الاقل. بالتأكيد كما شرحت حضرتك، لكن هناك جانب سياسي يحاول به الرئيس الأمريكي جو بايدن إرضاء الأغلبية الديمقراطية التي تدعمه، وهي التي تدعو إلى مقاطعة كل المنتجات الروسية، تدعو إلى يعني تشديد الحصار على روسيا بغض النظر عن العواقب الاقتصادية، وهو ما نراه الآن وهو ما نعاني منه ويعاني منه العالم كله، لأن فرض قيود كثيرة على المنتجات الروسية، منتجات الخام أو حتى منتجات النفط يزيد من التكلفة. خلينا نلاحظ أيضا أن الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على رأسها ألمانيا وإيطاليا وهولندا لم تفرض حتى الآن عقوبات تذكر على الجانب الطاقة الروسي سواء كان غاز طبيعي أو نفط لحاجاتهم الشديدة دي، وخوفهم من التعرض لأزمات نقص شديدة تؤدي إلى كساد اقتصادي كبير في أوروبا. فهناك اختلاف واضح ما بين السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع روسيا. ولهذا أنا أعتقد وأتمنى أن يكون هناك نوع من التسوية قريبة الأمد حتى لا تستمر هذه الأمور على نفس المنوال. ضيفنا من نيويورك المحلل الاقتصادي الأستاذ أمجد عطية، أشكرك جزيل الشكر.